السلام، انا معاد احبوش. مرحبا بكم في هذا الفيديو اللي غندويو فيه شويه على الولايات المتحده الامريكيه. وصلنا دابا للدرس السابع، الدرس ما قبل الاخر من الجغرافيا مستوى اولى باك. قبل ما نبداو هذا الدرس هذا اجي ندويو شويه على امريكان، نهضروا عليها شويه، نشوفوا كيفاش بدات وكيفاش ولات اقوى دوله في العالم. امريكان الدوله اللي ما تزعزعش الاقتصاد ديالها سواء في الحرب العالميه الاولى ولا الحرب العالميه الثانيه. ميريكان واخا فيها تعدد الاعراق بقات صامده. هتلر في ياماتو كان قال لهم باللي ميريكان ما غتبقاش على المدى البعيد، كانوا سولوا على الراي ديالو في ميريكان وقال لهم ما غتبقاش على المدى البعيد حيت ميريكان ما فيهاش ناس من عرق واحد، يعني كانت مخلطه ناس من مختلف البلدان كانوا كيهاجروا ليها وكانت ميريكان مخلطه بالاجناس. وهاد القضيه خلات هتلر يشوف باللي ميريكان دوله ما غتطولش بزاف، ولكن العكس هو اللي وقع. ميريكان قدرت تولي اقوى دوله في العالم واخا التعدد ديال الاجناس والثقافات. الحاجه اللي ما عارفينهاش بزاف ديال الناس على ميريكان هي انها كانت مستعمره من الاسبان ومن الانجليز. انجلزا استعمروا ميريكان، استعمروا اولا ولايه فيرجينيا وبداو غاديين وهما تيزيدوا في الاستعمار ديالهم في ميريكان. ميريكان فاش كانت مستعمره لانجلزا البريطانيين، بريطانيا اسست واحد المستعمرات اخرين بحال نيويورك، راه الاصل ديالها بناء بريطاني. داكشي علاش سكان ميريكان كان الخليط ديالهم انجليز واوروبيين. فكيف ما انت كتشوف الجزائر خدات اللغه الفرنسيه من فرنسا، فميريكان صاحبي راه خدات اللغه الانجليزيه من بريطانيا من عند نجالزا. فما تعجبش في سنه 1791 ميريكان غادي تاخذ الاستقلال ديالها وتولي عندها جمهوريه، عندها حكومه واحده، يعني حكومه وحده ديال الدوله كامله. من بعد ميريكان ما خدات الاستقلال ديالها بدات ترجع الجمهوريات ديالها بحال جمهوريه تكساس، جمهوريه هاواي. ميريكان من بعد الاستقلال ديالها كذلك ترجع شي اراضي من فرنسا كانت اداتهم ليها فرنسا، شي اراضي من اسبانيا من بريطانيا والمكسيك وحتى روسيا. ناض واحد الصداع في ميريكان براسها ما بين المنطقه ديال الجنوب والشمال، وهذا الشيء غيخلي تنوض واحد الحرب أهلية أمريكية. هذه الحرب هذه نضت في 1861 وتقسمت البلاد وما بقاش القانون كيتطبق في ميريكان. غادي تجي سنة 1870 وغيولي الاقتصاد ديال ميريكان هو أقوى اقتصاد في العالم. غتبان القوة العسكرية ديالها في الحرب ديالها مع إسبانيا، ومن اللي غتجي الحرب العالمية الأولى في 1914 غتبان القوة العسكرية ديال ميريكان. في 1945 خرجت ميريكان كأول دولة عندها أسلحة نووية مدمرة. كاع الحروب اللي دارت في العالم كان لها واحد التأثير كبير باش تولي ميريكان كقوة عظمى في العالم. فهكا ولات ميريكان هي قوة اقتصادية وسياسية وثقافية عالميا. نسبة البطالة في ميريكان هي 6.7%. واو، ميريكان هي ثالث دولة من ناحية عدد السكان. ميريكان هي الأولى اقتصاديا وسياسيا في العالم. من مورا هاد الدرس هذا غنقراو الصين. فإلا كان العالم بحال شي تيران، فرونالدو هو ميريكان وميسي هو الصين. ميسي تعرف يراوغ ويماركي، ورونالدو تعرف غي ماركي. آجي دابا ندخلوا للدرس ديالنا واللي هو الولايات المتحدة الأمريكية كقوة اقتصادية. في هذا الدرس غيخصنا نعرفوا مظاهر القوة الاقتصادية ديال ميريكان، زعما فين بانت هاد القوة هادي في المجال ديال الاقتصاد. غنشوفوا العوامل ديال القوة الاقتصادية، زعما شنو اللي خلاها تكون قوة اقتصادية، وغنشوفوا المشاكل والتحديات اللي كتواجهها ميريكان. ملي كنقولوا المشاكل راه كنقصدوا بها حتى التحديات، زعما الحوايج اللي غيخص الميريكان واللي خاص الميريكان تلقى ليهم حلول باش تحلهم. اوكي دابا نبداو بمظاهر القوه الاقتصاديه ديال ميريكان. هاد المظاهر هادي كتبان في ان ميريكان، ملي كنقول ميريكان كنقصد الولايات المتحده الامريكيه. فهاد المظاهر هادي كتبان في ان ميريكان الحجم ديال الانتاج الفلاحي ديالها كبير ومتنوع، الفواكه والخضار متنوعه والخير موجود. بزاف ديال الخضار والفواكه ميريكان محتله به، يعني مراتب متقدمه، يعني هي الاولى في بزاف ديال الفواكه والخضار.
وميريكان كتعطي حصة كبيرة للإنتاج العالمي، كتعطي في الصناعة، في الفلاحة، في بزاف ديال الحوايج. هاد الشيء واخا كتعطيه ميريكان للعالم، يعني كتساهم في حصة كبيرة ديال الإنتاج العالمي، كيبقى ليها الخير في بلادها. الإنتاج الفلاحي ديال الفلاحة منتشر في بزاف ديال المناطق مختلفة في ميريكان، الناس خدامة وكتأطاكي. وهاد الشيء ماشي غير في الفلاحة، بل حتى في الصناعة. حتى الصناعة في ميريكان كاينة في مناطق مختلفة ديالها، كاينة الصناعات القديمة اللي كاينة في الشمال، الصناعات القديمة ديال ميريكان، وكاينة الصناعات الجديدة والحديثة اللي كاينة في الشرق ديال ميريكان. هاد الصناعات بحال الصناعات التكنولوجية، الصناعات الدقيقة ديال الشمس، المواد المصنعة اللي كيحتاجها العالم، المواد اللي ماشي طبيعية كتصدرها ميريكان بزاف. هاد الناحية ديال المواد المصنعة مهيمنة على الشيء الآخر، مهيمنة على داك الشيء اللي كتصدره ميريكان من ناحية ديال التصدير. زائد على هاد الشيء، ميريكان هي الأولى عالميا من ناحية التجارة العالمية، مرتفعة عندها القيمة ديال المبادلات التجارية، وعندها بزاف ديال الشركاء التجاريين. هادو هما المظاهر ديال القوة الاقتصادية ديال ميريكان. أجي نشوفو دابا العوامل المفسرة للقوة الاقتصادية. من ناحية العوامل اللي خلات ميريكان تولي قوة اقتصادية بهذا الشكل، كاين بزاف ديال العوامل، ولكن انت خصك تحفظ غير 5 ديال العوامل بحال شي أركان. كاين العامل الطبيعي جغرافي، يعني متعلق بالطبيعة والجغرافية ديال ميريكان، العامل البشري، العامل العلمي والتقني، العامل التاريخي يعني التاريخ، والعامل التنظيمي النظام وداكش. ايوا جي نشوفو وندخلو طول عرض في هاد العوامل، ونشوفو شنو كيعنيو هاد العوامل اللي كيفسروا لنا كيفاش ميريكان ولات قوة اقتصادية عظمى. العامل الاول اللي غنبداو به هو العامل الطبيعي الجغرافي، يعني الطبيعة والجغرافية، حيتاش ميريكان عندها شساعة المساحة، مساحتها كبيرة. ميريكان عندها 9,600,000 كيلومتر مربع، هذه المساحة ديالها. والمناخ ديالها زويون، المناخ ديال ميريكان زوين بزاف ومعروف بالرطوبة، وكيعاونها بزاف في الفلاحة. ميريكان مخلية بطبيعة الحال مساحة مهمة للزراعة، وواحد المساحة مزروعة ودايرين ليها حساب بطبيعة الحال. زيادة على هذا الشيء عندها كثافة في الشبكة المائية، يعني ديال الماء، الماء موجود، الماء كاين بزاف. عندها المورد ديال الطاقة والمعادن كبير ومتنوع، عندها إطلالة على واجهتين بحريتين، واحد الموقع ديال ميريكان موقع استراتيجي واعر بحال المغرب. شفتوا العامل الطبيعي الجغرافي كي داير؟ اوكي، دابا ندوزوا للعامل الثاني اللي هو العامل البشري. عدد السكان ديال ميريكان خلاها تكون هي الدولة الثالثة في الترتيب العالمي من ناحية عدد السكان. ميريكان عندها 307 الملايين ديال الخلق، 307 المليون إنسان، وكلهم قاريين وناشطين ومؤهلين باش يخدموا البلاد. ميريكان عندها سوق اقتصادية كبيرة وشاسعة، وعندها بطبيعة الحال كتبيع داك الشيء غالي، يعني ذات قدرة شرائية مرتفعة. العامل الثالث اللي غندويو عليه دابا هو العامل التقني علمي، ولا العلمي تقني، مهم. العامل التقني علمي، ميريكان كتعاونها الماكينة في المراحل ديال الإنتاج. ميريكان كتستعمل الآلة بزاف في المراحل ديال الإنتاج. ميريكان كتدمج البحث العلمي في الفلاحة والصناعة ديالها. ميريكان كتستعمل المبيدات والأسمدة الكيماوية بواحد الكثرة، وهاد المبيدات والأسمدة الكيماوية راه كتعاونها في الفلاحة بطبيعة الحال. العامل الرابع اللي غندويو عليه دابا هو العامل التاريخي. في الحرب العالمية الثانية كيف ما كنعرفوا، ميريكان استفدت من الانهيار الاقتصادي. كانت الدول الأوروبية منهارة اقتصاديا بحال فرنسا، بريطانيا، روسيا، وحتى ألمانيا في البداية ديال الحرب إلى آخر. مهم، ميريكان رفعت الإنتاج الصناعي ديالها باش تعاون الدول المتحاربة، الدول الأوروبية اللي كتحارب ما بيناتها، ومن جهة أخرى عوضت داك الشيء اللي خسراته في الأسواق العالمية. واحد القالب استفدت منه ميريكان بالبيان في الحرب العالمية الثانية. قدرت أنها تراوغهم، يعني تستغل ديك الحالة اللي هما فيها، داك الانهيار الاقتصادي، ولعبت بالبيان في هاد العباد.
ميري كان من ديما كانت كدير هاد القالب، كانت الا كانت شي حرب هي كتعاون شي دول، تتعاونهم مثلا في المؤونة، كتعاونهم في الفلوس، كتعطيهم فلوس، كتعاونهم في داك العتاد ديال الأسلحة، وهكا كتقوي الاقتصاد ديالها. يعني كانت كتراوغهم واحد القالب في شكل. وهتلر ما كانش عارف هاد القضية هادي، يعني كان هو في باله باللي اليهود هما اللي دايرين هاد المشكل، داكشي علاش كان كيحاربهم بزاف. ولكن ميريكان راه كانت من جهة كتخلق مشكل، كتخلق لي كتعطيهم الدواء، كتعطيهم داكشي اللي غيخصهم، وكتستافد منهم بالبيان مور الحرب، واستفدت منهم اقتصاديا وعوضات داكشي في الاسواق العالميه. ندوزو دابا للعامل الاخير واللي هو العامل ديال التنظيم، العامل التنظيمي. ميريكان دارت الاكرو بيزنس، هاد الاكرو بيزنس كتدمج فيه الفلاحه مع الصناعه، كيندمجوا فيه بجوج، وحتى التجارة والخدمات من جهة، يعني واحد القلة قليلة. هذا الشيء في المراحل ديال الإنتاج والاستهلاك كتولي كاينة واحد العلاقة ما بين الصناعة والفلاحة، هذه كتكمل هذه وهذه كتكمل هذه. مثلا المجال الفلاحي إلى جا كتير الإنتاج كيعاونوا بفلوسه ولا بداك الشيء اللي كيخرج المجال الصناعي، وهكا كيكون واحد التوازن ما بين التجارة والصناعة والفلاحة. ميريكان معتمدة النظام ديال السوق، النظام الرأسمالي الليبرالي، وركزت على الرأسمال اللي خلى الشركات الكبيرة واحد الشركات عملاقة كبار تولي متعددة الجنسية. هاد متعددة الجنسية يعني ممكن تلقاها في بزاف ديال الدول، بحال ماكدونالد ممكن تلقاها في المغرب، تلقاها في بزاف ديال الدول، واخا فقيرة ولا ما عندهاش مهم كتلقاها، هي متعددة الجنسية كتلقاها في بزاف ديال الدول. هادو هما العوامل كلها. اجي نساليو دابا ونديرو بوان فينال لهاد الدرس هذا بالمشاكل والتحديات ديال ميريكا. بالنسبه للمشاكل الطبيعيه والبيئيه، كاينه في ان البيئه ديال ميريكا ملوته حيت كتار فيها المصانع، يعني المصانع كاينين فيها بزاف، تخاخن المواد اللي كتلوث البيئه كتكون، وحيت كاين استغلال مفرط للمواد الطبيعيه، يعني واحد الزيادة على هذا الشيء أن التلوث ديال الماء وتلوث التربة كان وقع بسبب الاستعمال المفرط والأسمدة الكيماوية. وفاتلنا قلنا في العوامل المفسرة للقوة الاقتصادية ميريكان أن من العوامل العلمية والتقنية، ميريكان كتستعمل بزاف ديال المبيدات، يعني المبيدات الكيماوية، وهذا هو اللي خلى الماء والتربة ديال ميريكان يعني تلوث، ولكن جزء من ميريكان ماشي كلها. المشاكل ديال ميريكان البشرية، يعني راه كاينين مشاكل بشرية. المشاكل اللي كاينة هي أن الفقر والبطالة كاين في ميريكان، راه واخا تشوفها بحال هكا كاين واحد النسبة صغيرة ديال 6.7% اللي مهمشة فيها، عندها البطالة وفيها الفقر، ولكن كاينة بالخصوص عند دوك الأقلية الملونة، يعني تتسمى بالأقلية الملونة بحال اللي لونهم اسمر، يعني دوك تسميوهم وتعايروهم بعنصرية دنيغاز نيغا. مع كامل احتراماتي، هذا واحد المشكل اللي من المشاكل البشرية اللي ما خصوش يكون، هو ما يكونش الفرق ما بين هذا وهذا، كلنا كتجمع ما بيناتنا الإنسانية، وميريكان كتعاني من هذا المشكل. المشاكل الاقتصادية وهادو اللي كيضحكوني أنا بزاف، كاين منهم اللي تضحكني، بحال دابا أن ميريكان عندها المشكل الاقتصادي ديالها هو أنها عندها فائض في الإنتاج يعني فائض في الإنتاج الفلاحي والصناعي، عندهم الخير شايط وهذا هو المشكل ديالهم. مهم، والمشكل ديال الصعوبة ديال التسويق بهاد الفائض الإنتاج، حيت بزاف ديال الدول محققين الاكتفاء الذاتي وما باغينش شي فائض ولا باغين شي انتاج فلاحي ولا صناعي، دونك ميريكان تتلقى هذا المشكل. بالنسبه للمشكل الثاني، ولا ان ميريكان عندها مشكل في حده التنافسيه الخارجيه بحال الاتحاد الاوروبي وبحال الصين، بحال دابا ميريكان هي البيج وكاين واحد ديزيدروس وحليوه الى اخره. مهم كاين واحد التنافسيه ما بين الصين والاتحاد الاوروبي وميريكان وبزاف ديال الدول. المشكل الاخر هو ان التكلفه ديال الانتاج
غدا وتترتفع، والقدرة ديال التنافسية في الأسواق العالمية تراجعت. هذا كيعني أن ميريكان بسبب هذا الارتفاع ديال التكلفة ديال الإنتاج، يعني داكشي اللي كيصاوبو كيكون غالي، الإنتاج ديالهم كيغليو في الثمن ديالو، وبسبب أن قليلة فيه التنافسية ما كاينش اللي كينافسهم فيه، هما اللي كيصاوبوه، كيخلي ميريكان ما تبيعش. يعني قد داكشي اللي باغا تبيعو ما كتقدش تبيعو هي، يعني حيت ما كاينش شي واحد غيشري شي حاجة اللي غالية بزاف وما عليهاش واحد التنافسية ما بغيناهاش الاخرين، يعني القلة القليلة اللي كتشريها، وكل حاجة كتكون غالية راه قليل اللي كيكون كيشريها. هاد الشيء غيخلي وغيزيد مشكل آخر للميريكان، واللي هو العجز ديال الميزان التجاري. هاد العجز هذا غادي وكيتزاد بسبب هاد المشكل، يعني التجارة ما كتبقاش خدامة إذا كان هذا المشكل. هذا مشكل آخر، واللي هو أن الإنتاج المعدني والطاقي واخا ميريكان عندها، ولكن بالنسبة لها ما كافيش. يعني واخا راه كاينة الطاقة وكاينين المعادن، واخا هكاك ما كافيش داكشي الميريكان، داكشي اللي كتنتجو هي ما كافيش ليها. مشكل آخر ديال أن ميريكان كيف ما حنا عارفين عليها أنها عندها أقوى جيش في العالم، هذا الجيش هذا راه كتخصو واحد النفقة، وهاد النفقة تقيلة على ميريكان. يعني كاين واحد الثقل ديال النفقة للجيش ديال ميريكان اللي هو أقوى جيش في العالم ديالنا اليوم. زائد مشكل آخر اللي هو أن الدولار نقصت القيمة ديالو، يعني راه كنعرفو حنايا أن الأورو راه مرتفع على الدولار بواحد شوية ونقصت القيمة ديالو مع الوقت. ميريكان عندها مشكل آخر أنها صعيب عليها تسوق الإنتاج كيف ما قلنا في الأسواق العالمية، حيت هي كتبيع داكشي غالي. أوكي، هنا غنكونوا سالينا هاد الدرس ديال الميريكان. كنتمنى تكونوا عرفتوا عليها بزاف ديال المعلومات، واخا أنا سربيت باش تفهموها مزيان. كنتمنى تكونوا فهمتوا هاد الدرس. شكرا لكم بزاف على الاستماع ديالكم ليا، شكرا بزاف، إلى اللقاء. ما تنساوش تبارطاجيو هذا الفيديو، وما تنساوش ديروا لايك، ولا جات على خاطركم دخلوا عندي الانستغرام وفولوني، وصلوني غير لواحد كا وصافي، هادشي اللي نطلب منكم. شكرا لكم بزاف على الاستماع مره اخرى، الى اللقاء اخواني.